بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بحضراتكم مرة تانية في مديون جديد من مجالات أو مقررات أو الحقائب التدريبية الخاصة بالتحول الرقمي. الحقيبة التدريبية الحالية خاصة ببرنامج قواعد البيانات أو داتابيس، أو بمعنى أدق برنامج مايكروسوفت أكسس. هناخد برنامج مايكروسوفت اكسس كمثال على قواعد البيانات. سريعا كده قدام ما ندخل في قواعد البيانات، ايه اشهر قواعد البيانات اللي احنا ربما يكون البعض مننا بيستخدمها بشكل شبه يومي؟ ندي امثله على بعض استخدامات قواعد البيانات في حياتنا اليوميه سريعا مع بعض كده. كل واحد من حضراتكم كده اتفضل وندي مثال. تفضل يا دكتور. ايه يعني امثله زي قواعد؟ الاكسل مثلا؟ لا لا، ايه لا لا امثله لا قواعد استنى، البيانات اللي احنا بنتعامل معاها يمكن بشكل يومي؟ وانا هديكم مثال ونبني عليه. اشهر قاعده بيانات على مستوى الجمهوريه قاعده بيانات السجل المدني، اللي فيها كل بيانات المصريين الاحياء منهم والمتوفين رحمه الله عليهم. صح ولا مش صح؟ دي قاعده بيانات ضخمه جدا، فيها كل البنات المصريين بدليل اي حد هو كفوف كمين هيدا وياخد البطاقه منه بيستعلم عن بياناته. طب هو بيستعلم فين؟ هو بيستعلم من خلال قاعده بيانات الاحوال المدنيه او السجل المدني. انت النهارده رايح تطلع بطاقه، رايح تطلع رايح تطلع شهاده ميلاد، رايح تطلع قيد عائلي، اوتوماتيك كده البنات دي بتيجي من فين؟ بتيجي من بنات حضرتك الموجوده في قاعده بيانات الاحوال المدنيه. ادوني كده حضراتكم امثله تانية. اهو مثال وإذا واضح شؤون الخريجين مثلا، مثلا الكليات والجامعات. الكليات والجامعات كل كليه فيها قاعده بيانات خاصه بيها، بس طبعا الجامعه بشكل عام هي اللي بتنظم الموضوع ده من خلال البرامج او من خلال الانظمه. على سبيل المثال كده نظام ابن هيثم، اكيد حضراتكم تسمعوا عنه. نظام ابن هيثم بتاع النتائج، كنت تسمع نظام ابن هيثم؟ نظام ابن هيثم ده نظام جديد طبقوه من السنه اللي فاتت في الجامعات عندنا او في الجامعه عندنا، عشان هو اللي عليه اسماء الطلاب وارقام جلوسهم وحالاتهم وتقديراتهم ودرجاتهم، وهو اللي بيطبع لنا الشهادات فيما بعد. حاجه ثانيه مثلا نظام الام اي اس القديم اللي كان قالوا عليه النتائج برضه في الجامعات. النظام الخاص ب بيانات اعضاء هيئه التدريس وبيانات الطلاب وبيانات الموظفين والعاملين في الجامعه. البيانات نظام البيانات او قاعده البيانات الخاصه باداره المدن الجامعيه، التسكين بقى والطلب يقدم على التسكين والكلام ده كله. مثال تاني، ايه تاني بقى؟ تجنيد مثلا، ممتاز التجنيد دكتور، مثلا ممتاز والتي دكتور، ممتاز. التجنيد في قاعدة بيانات خاصة بكل المتقدمين واللي تقدموا، كان في سلاح ايه وبدأ امتى وانتهى امتى، وكل ما له وما عليه في التجنيد. ايه تاني؟ ايه تاني؟ المستشفيات مثلا الجامعية المستشفى. والحاجات دي مثلا، ممتاز ممتاز دكتور. المستشفيات الجامعية. المستشفيات الجامعية وغير الجامعية مسبب فيها قاعدة بيانات خاصة بالأطباء، قاعدة بيانات خاصة بالممرضات، قاعدة بيانات خاصة بالمرضى، تاريخ دخولهم، امتى دخل الساعة كام، ايه الحالة المرضية، مين اللي استقبله في الدور رقم كام، الحالة الصحية بتاعته ايه، ايه الأدوية اللي بياخدها، وكان ده كله ايه، مين الطاقم الطبي اللي بيتابعه. مش بس كده، هتلاقي عندنا كمان قاعدة بيانات خاصة بالأدوية، ايه الأدوية في المستشفى، امتى تم شرائها، فين الموردين، تاريخ الانتهاء، تاريخ الصلاحية، الصف تم ازاي، النواقص، كل الكلام ده كله في قاعدة البيانات. ايه تاني؟ في البنوك اي وغالبا مؤسسه. ممتاز ممتاز دكتور. البنوك، البنوك دي طبعا قاعده بيانات ضخمه جدا، فيها بيانات عن الشخص يمكن الشخص نفسه ما يعرفهاش، يعني واحد عمره ما يعرف رقم حسابه واشياء اخرى. لا البنك فيه ارقام حاجات كتير عن كل عميل من العملاء. ايه تاني؟ مجموعة من اي الأفراد مؤسسه، وطبقة تربطهم المدارس عوامل والمستشفيات مختلفة. والجامعات بالضبط. وكل الهيئات زي ما قلت لحضرتك كده بيبقى فيها قاعده بيانات حسب احتياج كل مؤسسه. رحت فندق هتلاقيه، رحت شركه طيران بتاعت حجز طيران هتلاقيهم عندهم نظام، رحت سكه الحديد تحجز
قبل ما تحجز التذكره هتلاقي عنده قاعده بيانات شغال عليها، هو مش بيحجز التذكره من دماغه، ده هو بيدخل على القطر المعين ويشوف القطر ده وصل فين وحجزه شغال ولا مش شغال، وهل في تذاكر ولا ما فيش، لو في الساعه كام والموضوع من فين وينفع يطلع ولا ما ينفعش، كل التفاصيل دي كلها بتبان من عنده من خلال قاعده بيانات. لو رحت مطعم عايز تجيب اكل، اما هو برضه مش بدماغه، هو قدامه جهاز كده بيدوس على الاكل اللي انت عايزه، بتطلع لك التشيك كده بتاعك ده وتقدر تدفع من خلاله، وهكذا. طبعا قواعد البيانات في حياتنا كتير، والبعض منين طبعا بيستخدمها بشكل يومي زي الجماعه اللي بيروح مثلا البنك او الاي تي ام، ما انت بتتعامل مع قاعده بيانات برضه. يعني ايه قاعده بيانات؟ سؤال بيطرح نفسه ده، يعني ايه قاعده بيانات يا حضرتك؟ هي زي استمارة أو حاجة زي كده، يعني تضم مجموعة موجودين في مؤسسة واحدة. يعني احنا بصراحة البرنامج ده يعني استخدامه نادر بالنسبة لنا، غير الأكسل والوورد. صحيح يا دكتور، هو استخدامه محدود. فببساطة خالص كده، عشان كده احنا مرشحين. كلمة قاعدة بيانات، نقول كلمة قاعدة بيانات بشكل بسيط خالص، هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن مجموعة كبيرة من البيانات. قاعدة البيانات هي مجموعة ضخمة أو مجموعة كبيرة من البيانات بينها علاقة معينة، أو تجمعها أو تربطها ببعضها البعض علاقة معينة. يتم إنشاء قواعد البيانات باستخدام برامج خاصة. يبقى نقدر نقول ان قاعده البيانات دي عباره عن نظام برمجي. قاعده البيانات نظام برمجي، يعني ملف. ما الملف ده موجود بداخله كميه ضخمه من البيانات التي تربطها علاقه ما بشكل ما، وبتخزن ومتبوبه بحيث ان انا اقدر استفيد منها واستغلها. على سبيل المثال، حضرتك بتروح البنك او احيانا بتروح الاي تي ام وتحط الفيزا بتاعتك، ومن خلال ان اف سي اللي في الفيزا ده اللي هو الكارت المغلق بيقرا جهاز بياناتك وبيبدا يتعامل معاك كانه موظف بنك، ويخصم لك ويضيف لك لو انت هتحط فلوس، ويديك فاتوره لو انت هتشتري حاجه، ويديك اسمه ده بيسموها فاتوره تقريبا، اللي هو بيسموها ليها اسم ثاني كده مش فاتوره، الشاهد يعني. بيديك ورقة كده لو انت مثلا طلبت منه اخر عمليات سحب او اخر عمليات ايداع، الشاهد يعني انت بتتعامل مع مكنة. طب المكنة دي جابت بياناتها من فين؟ جابت بياناتها من قاعدة البيانات الخاصة بالبنك. يبقى قاعدة البيانات هي عبارة عن نظام برمجي بيتم فيه تخزين كميات ضخمة من البيانات، والبيانات دي بيتم عمل الربط ليها مع بعضها البعض بشكل او باخر بحيث يمكن الاستفاده منها. عمليه المعالجه الربط دي بيسموها المعالجه زي ما هناخدها بعد شوي. طيب اللي بعده، يعني ايه كلمه بيانات ويعني ايه كلمه معلومات؟ ايه الفرق ما بين البيانات والمعلومات؟ البيانات اللي هي المادة الخام، يعني اللي بتبقى مش بتضيف لنا أي حاجة مفيدة، تمام. طب المعلومات؟ والمعلومات هي الناتج، يعني اللي احنا نفهم منه. لو البيانات استخدمناها بطريقة معينة ضفنا لها حاجة تبقى معلومة يعني طيب مفيدة. زي ما الدكتورة أسماء مشكورة قالت كده، البيانات هي عبارة عن مدخلات خام لا يمكن الحصول منها مفردة على معرفة. البيانات دي عبارة عن مادة خام كده، مدخل خام. أنا بدخل الكمبيوتر رقم هو بسجله عنده، أو اسم أو تاريخ ميلاد، هو لوحده مبهم ما يديش معلومة، ما خدش منه معرفة. يبقى المدخلات عبارة عن البيانات عبارة عن مدخلات خام لا يمكن الحصول منها مفردة على معرفة، وتتمثل في أنواع كثير من البيانات. ممكن تبقى بيانات رقمية زي الأرقام، أو عبارة عن رموز، أو عبارة عن أكواد، أو عبارة عن صور، أو الباركود. يعني في بعض الناس بيستخدم البصمة، ما البصمة دي بيانات. في ناس بتستخدم بصمة الوش أو الوجه، ما دي بيانات. في ناس بتجيب بصمة الصوت، دي بيانات. الدكتور بتاع الأشعة هو بيبص في الإضاءة كده في الأشعة اللي معاه أو في الكشف اللي معاه، بيعرف منه إيه اللي عند المريض اللي قدامه، لكن غيره ما يعرفش. فكل جهاز أو يعني كل فئة تتعامل مع نوع معين من البيانات. طيب الحاجة الثانية، المعلومات. المعلومات هي ناتج معادلة البيانات. البيانات المعلومات هي ناتج
معالجة البيانات. أنا عندي مجموعة من البيانات ببدأ أربطهم مع بعض بحيث أحصل على معلومة، والمعلومات بعد شوية باخذ منها المعرفة. فعندي أعلى حاجة في الهرم اللي هي المعرفة، المعرفة دي قمة الهرم، ودي تبقى قليلة. اللي أكثر منها المعلومات، واللي أكثر من المعلومات في البيانات. أنا عندي قمة قاعدة الهرم دي عبارة عن بيانات، كمية كبيرة جدا من البيانات، آخذ منها كمية أقل من المعلومات، وكمية المعلومات دي أبني منها معرفة. تمام يا حضرات؟ عندنا حاجتين برضو تاني متعلقين، حاجة بيسموها تصميم قاعدة البيانات، وحاجة بيسموها بناء قاعدة البيانات. إيه الفرق ما بين التصميم والبناء؟ طيب نديها مثال واقع شوية. إيه الفرق ما بين المهندس اللي بيصمم الشقة أو بيصمم البيت، والمهندس اللي بيجي يشرف على عملية البناء، العمود ده والطوب هنا يترص والأسمنت يترص كذا والكاميرا هنا إيه؟ إيه الفرق بين المهندس اللي بيرسم على الورق والمهندس اللي بينفذ على الحق أو بينفذ على أرض الواقع؟ إيه الفرق بينهم؟ تصميم تبقى لسه الفكرة المبدئية اللي هنمشي عليها، الخطوات اللي احنا هنمشي عليها، جميل. يبقى انما التصميم ده، التصميم ده لسه البداية خالص، وأنا بحدد فيها مثلا كم باب، كم أوضة، مساحة الأوضة إيه، البلكونة فين، الأحمال إيه، الباب هيفتح إزاي، المدخل بتاع البيت هيبقى من فين، السلم من فين، الأسانسير من فين. دي حياة لسه في البداية. طب أنا ظبطت وعملت، بيبقى المهندس اللي بعدي اللي هو المهندس الإنشائي بقى بيمسك الرسم الهندسي اللي عمله، ويبدأ هو يحفر قواعد المكان ده، ويعمل كمر في المكان ده، والطوب هيجيب طوب معين، والباب هيعمل له مش عارف ايه، والسلم هيعمل له كام رميه، والكلام ده كله. يبقى هنا بيعمل بناء، هو بيعمل بناء، ده بيعمل تصميم وده بيعمل بناء. فكلمه تصميم قاعده بيانات، ودي بتشمل الحضر بشكل بسيط، زي ما هناك بحدد الابواب من فين، والشبابيك من فين، والسلم من فين، انا بحدد نوع البيانات اللي هستخدمها، ايه القيود المفروض على البيانات، مين اللي هيستخدم قاعدة البيانات؟ ايه العلاقات الموجودة داخل قاعدة البيانات؟ والطرق اللي هيتم بيها معالجة البيانات؟ وحاجات طبعا كتير. يبقى كلمة تصميم قاعدة البيانات المقصود بها تحديد انواع البيانات والقيود المفروضة عليها والقائمين على قاعدة البيانات. بينما كلمة بناء، كلمة بناء يعني تخزين، حط طوبة في طوبة في طوبة في طوبة، تبني اعمل لي حيطة، وخزن وخزن الطوب فوق بعضيها، وخزن السملات فوق بعضيها. فكلمة بناء قاعدة بيانات هي عملية بتشمل تخزين البيانات نفسها داخل الجداول اللي صممت في قاعدة البيانات. أنا بخزن البيانات داخل الجداول، وبالتالي بعد كده خلاص عندي اسمي بنيت قاعدة البيانات. بعد كده ابدا بقى ايه، اعمل العلاقه ما بين الجداول وبعضيها، وازاي هتشتغل لما المستخدم يجي يستخدمها. طيب سؤال بيجي في الامتحان اللي هو نظم اداره او نظام اداره قاعده البيانات، حاجه بيسموها داتا بيز، قاعده خلاص قاعده البيانات، مانجمنت اداره، ونظام يعني سيستم، او بكلمه داتا حرف الدي، بيز حرف ايه؟ البي، داتا بيز، مانجمنت حرف الام، سيستم حرف الاس، بالمصدر بالرمز دي بي ام اس، داتا بيز مانجمنت سيستم، نظام اداره قاعده البيانات. ايه نظام اداره قاعده البيانات ده؟ كده ده عباره عن برنامج او مجموعه من البرامج، زي برنامج الاكسس كده، برنامج او مجموعه من البرامج زي اوراكل مثلا. طبعا في انظمه كتير لاداره قواعد البيانات، لكن احنا بندي مثال للاكسس، عباره عن برنامج او مجموعه من البرامج اللي انا بستخدمها في انشاء ومعالجه البيانات او قاعده البيانات. هو عباره عن نظام او سوفت وير او تطبيق انا بستخدمه في انشاء ومعالجه قواعد البيانات بالشكل اللي انت عايزه. ومن اشهر امثلتها برنامج مايكروسوفت اكسس اللي احنا هنشتغل عليه اليوم. طيب كلمة بروسيسنج أو معالجة قاعدة البيانات، عشان ده برضه سؤال يكاد يكون ثابت في كل امتحانات، يعني إيه كلمة معالجة أو بروسيسنج؟ معالجة
يعني إضافة إضافة يعني بنضيف حاجة للداتا عشان تبقى معلومة. يعني انا بغير من شكل البيانات بالوضع اللي انا عايزه اللي يخدم مصالحي او الهدف اللي انا عايزه. فكلمه معالج زي ما تشوفها فيما بعد دي مجموعه من الوظائف اللي انا بطلبها من قاعده البيانات، زي الاستعلام مثلا. حضرتك بتحط الفيزا كده، بتحط الفيزا بتاعتك من الاي تي ام، بتقول له انا عايز استعلم عن الرصيد. انا بستعلم عن مين؟ عن الرصيد. طب يعني انت سبت حسابك كله على الرصيد؟ يبقى انت هنا بتعمل معالجه للبيانات الخاصه بحسابك. هو بيسيب كل حاجه ويجيب لك رقم الحساب ويجيب لك رقم الفلوس بتاعتك في البنك. او انت بتقول له مثلا انا عايز عمليات الايداع، يقوم يسيب كل حاجه ويجيب لك اخر عمليات سحب وايداع تمت بالتواريخ. يبقى انت هنا بتعمل استعلام. الاستعلام ده في حد ذاته معالجه، هو عنده كل حاجه بس انت طالب منه بس الاستلام عن حاجه معينه. فهو بيبدا يجيب لك البيانات اللي انت عايزها من حسابك البنكي. ماشي حضرات؟ طب ندخل بقى سريعا كده على ما يعرف بقواعد البيانات. هنشتغل النهارده ان شاء الله في برنامج مايكروسوفت اكسس. حد هيشتغل معايا اشتغل بشكل بطيء؟ هو انا فتحت البرنامج يا دكتور، بس اول مره اشتغل يعني في هنشتغل المعالج. ستيب مع بعض، ما فيش اي مشكله. واحده ممكن واحده تتصل؟ ابقى من قائمه ستارت، وهنروح نشوف برنامج اسمه اكسس. البرنامج الايقونه بتاعته لونها بنفسجي كده، هتلاقوا فيها حرف الاي. هو ده، ندوس عليه كده شمال مع بعض. فتح قدامنا برنامج مايكروسوفت اكسس، وبيقول لي برضه كالعاده جود ايفنينج، دليل ان احنا شغالين بالليل يعني مساء الخير يعني. دي الواجهه بتاعت برنامج الاكسس ما قبل الرئيسيه. دي مش الواجهه الرئيسيه، دي الواجهه الافتتاحيه، اول واجهه بتقابلك لما تفتح البرنامج. طيب على عكس كل البرامج بتاعت الاوفيس، انت ممكن هناك تختار قاعده جديده تدخل، هنا لازم تختار الاول حفظ قاعدة البيانات قدام ما تدخلها. في البرامج السابقة زي الوورد والباوربوينت والإكسل كان ممكن تشيل اللف وتشتغل عليه وبعد كده تعمل له سيف أز تحفظه. هنا العكس، لابد الأول إنك تحفظ قاعدة البيانات وتحدد مكانها وبعد كده تبدأ تفتحها. فده يعني حاجة مختلفة تماما على السابقين. هنا يا حضرات لازم تحدد الأول اسم قاعدة البيانات ومكان الحفظ بتاعها. فرقم واحد كالعادة زي ما خدنا كده، هنا عندك الهوم، النيو لو انت هتنشر لف جديد، الاوبن لو عندك حاجه قديمه تفتحها، وعندك الاكونت، وعندك الفيدباك، وعندك الاوبشن. سريعا كده ناخد دول اللي تحت عشان دول هم الاثنين بيجوا في الامتحان. ده الاكونت والاوبشن هم اللي بيجوا في الامتحان. الاكونت ده يا حضرات ده اللي بيبقى فيه الحساب بتاع حضرتك. الاكونت ده اللي بيبقى فيه اسم اليوزر نيم والباسورد اللي انت مسجل بيهم، وده اللي تستطيع من خلاله، عشان ده سؤال بيجي في الامتحان، ده اللي ممكن من خلاله تقدر تتحكم في الخصوصيه او في الصلاحيات بتاعت المستخدم. بتيجي هنا كده تقول له اكونت برايفسي، تقول له مانج سيستم سيتنج، تبدا هنا تتحكم وهكذا. او من الشاشه دي تقدر مثلا تعمل شينج وفوتو، تعمل ساين اوت، تبدل ما بين الحسابات وهكذا. فالشاشه دي او من خلال الامر اكاونت اسمه حساب، ده انت تقدر يا حضرات تغير خصائص الحساب بتاعك. ثم الامر اوبشن ده، وستستطيع من خلاله انك تغير فيما يظهر على شاشه البرنامج. يعني ايه ما يظهر على شاشه البرنامج ده؟ يعني انت ممكن في حاجه معينه مش ظاهره في شاشه تحت البرنامج قدامك، انت اللي بتتحكم مين اللي يظهر ومين اللي يختفي. يعني تقول له على سبيل المثال انا عايز مثلا الداتابيز الحاليه مثلا البروفايل هتعمل كذا، اظهر ده او اخفي ده. الكلاينت سيتنج مثلا هتعمل بالشكل ده او هتعمل بالشكل ده. يعني اللي انت عايزه يتغير في الشاشه الرئيسيه بتاعت البرنامج بتغيره من خلال الامر اوبشن خصائص.
واللي انت بتعمله في خصائصنا اوتوماتيك بيترجم على الملف اللي انت فاتحه. على كل حال نرجع تاني، عندك قائمه هوم، قائمه نيو، وقائمه اوبن، فاحنا سريعا كده هنقول له نيو. انت عند سنشر قاعده بيانات جديده فمن الامر نيو، وبيقول لك عندك قاعده بيانات فارغه او عندك قالب جاهز اسمه ستودنت. انت هتعمل مثلا حاجه للحضانه او المدرسه او الكليه او ايا كان، تقدر تختار ده اللي جاهز ده، وده بيفتح لك حاجات كتير مش موضوعنا دلوقتي. لكن سريعا كده هننشئ ايه احنا قاعده بيانات فارغه. لو انت حبيت تعمل حاجه جاهزه عندك اهو كذا حاجه، عندك حاجات كتير اهو، حاجات كتير اهو، اختار اللي انت عايزه، اداره محل، اداره ما اعرفش ايه ايا كان. لكن احنا هنبدا في انشاء قاعده بيانات من الصفر، وبدوس على كلمه بلانك داتابيز، واول ما بدوس عليها بيفتح لي مربع الحوار ده تاني اهو. فتح لي المربع الحوار ده اللي هنا وبيقول لي ايه هتسميها؟ اختار الاسم تاني اهو المره الثالثه، بدوس على كلمه بلانك داتابيز وبختار مكان الحفظ، وليكن سطح المكتب مثلا، اختار سطح المكتب مع بعض بس كده. هتسميها ايه مثلا؟ هقول له مثلا كلية الزراعة مثلا، كلية الزراعة، واقول له سيف حفظ. يبقى قاعدة البيانات دي اسمها مثلا مطعم الباشا، اسمها كلية الزراعة، اسمها جامعة نوبل الوادي، اسمها فندق واحد حور، اي اسمها اي حاجه. طب انت اخترت الاسم واخترت من مكان، هل كده انشاتها؟ لا انت ما انشاتهاش، لان انت بعد ما تدوس دول قول له انشاء، خلاص انا موافق على الاسم ده وموافق على المكان ده، وتقول له كريت انشاء. راح انشا لك او فتح لك قاعده البيانات قدامك ويقول لك ادي ملف الاكسس بتاعك، ادي قاعده البيانات اللي قدامك فارغه. حد ملاحظ حاجه مهمه هنا؟ لازم حد يقولها، يعني في ملاحظة مهمة جدا. دكتور ني شبه صفحة الإكسل. ممتاز، ودي ملحوظة مهمة جدا، وده سؤال أكيد في الامتحان. بس في ملحوظة تانية غير دي برضه. مين هيجيبها؟ يبقى رقم واحد إن ورقة البيانات دي قاعدة البيانات في شكلها العادي تشبه ورقه بيانات الاكسل. رقم اثنين، لو حضرتك واخدين بالكم كده، اوتوماتيك قاعده البيانات اول ما فتحت لي بجدول اوتوماتيك كده. فاهم العناصر الموجوده في قاعده البيانات هي الجدول، هي الوحده البنائيه الاساسيه، زي ما الحيطه وحده بنائها الطوب، فهنا وحده بناء قاعده البيانات الجداول. لابد ان تحتوي قاعده البيانات على الاقل على جدول واحد. لو ما فيش جدول واحد خلاص طبيعي لازم تحيط، ما هي الجداول دي هي اللي بيتم فيها تخزين البيانات. سريعا كده ناخد التركيبه العامه او الشكل العام او الواجهه الرئيسيه للتطبيق. من فوق خالص شريط العنوان، وشريط العنوان ده متقسم الى عدد من التبويبات زي ما حضراتكم شايفين كده. هتلاقي من فوق خالص كده هنا ازرار التحكم، التصغير، التكبير، والكلوز الاغلاق، هنا اسم المستخدم، وهنا اسم التطبيق واسم الملف المفتوح كل الزراعه اهو. وهنا هتلاقي عند حضرتك الكويك اكسس تول بار، شريط الوصول السريع، واحنا تكلمنا عليه بشكل مستفيض في البرامج السابقه. ننزل تحت شويه كده منطقه الريبون، او بسموها لوحه الاوامر او التبويبات. التبويب فايل او ملف، التبويب بومه رئيسيه، التبويب كرييت وده ما كانش قاعد قبل كده، التبويب اكسترنال داتا وده جديد ما كانش قاعد قبل كده، التبويب داتا بيس تولز وده ما كانش قاعد قبل كده، وهكذا. يبقى دي التبويبات اللي في برنامج الاكسس او برنامج قواعد البيانات. طيب كل تبويب من دول زي ما ذكرنا سابقا في عدد من المجموعات. هتلاقي التبويب هم هنا مثلا في مجموعه فيوز طرق العرض، على عكس بقى هناك في المجموعه ايه او في التبويب فيو، هنا مفيش حاجه اسمها التبويب فيو. طيب المجموعه كليبورد حافظه، المجموعه صوت وفلتر وده برضه ما كانش قاعد قبل كده هنا، المجموعه ريكورد السجلات ودي طبعا مجموعه اول مره تظهر معانا لان دي خاصه بقواعد البيانات، وهكذا المجموعه فايند، المجموعه تكست فورماتنج، وهكذا باقي التبويبات. كل تبويب فيه
العناصر الخاصه بيه. ننزل تحت شويه كده هنلاقي النافيجيشن باند، لوحه التنقل دي اسمها ايه، نافيجيشن باند، فيها كلمه سيرش وفيها كلمه تيبل، دي يعني لو تنقل زي كده لو حضرتك فاتح مثلا اهو فاتح مجلد، فانت بتنتقل بين المجلدات من اهو، بين ملفات مفتوحه بتنتقل بين ملفات مفتوحه من المكان ده، يبقى ده اسمه نافيجيشن بان. اسمها ايه حضرات؟ نافيجيشن بان او لوحه الابحار او يسموها لوحه التنقل. نفس الفكره في الاكسس، الاكسس هنا في حاجه اسمها النافيجيشن بان، ودي بتظهر لك فيها العناصر اللي انت انشاتها بالفعل زي ما هناخدهم بعد شويه. في طبعا اوتوماتيك منشا جدول تلقائي، فهو بس اللي ظاهر حاليا. ثم هنا منطقه العمل، ودي بيظهر فيها العنصر اللي انت فاتحه او العناصر اللي انت فاتحها وهنشوفها بعد شويه. فهنا بيقول لي انت الجدول ده هو المفتوح دلوقتي اهو، طيب الواحد بس هو ده النص اللي قدامك هو المفتوح. تنزل تحت شويه كده هتاخد الشريط الخاص بالسجلات، واخر حاجه شريط الحاله، وده بيظهر فيه طرق العرض المختلفه لكائنات قاعده البيانات. ايه بقى موضوع كائنات قاعده البيانات؟ احنا خدنا زمان انه برنامج الوورد بيتكون من صفحات، برنامج الباوربوينت بيتكون من شرائح، برنامج الاكسل اللي خدناه امبارح بيتكون من ايه؟ اوراق عمل. جداول. اوراق عمل. برنامج بقى الاكسس متكون من ايه؟ قال لي برنامج الاكسس فيه اربع كائنات رئيسيه، اربع حاجات رئيسيه بيبدلوا مع بعض او بيخدموا على بعض، بس مين فيهم الاساسي؟ الجدول. يعني لو ما فيش جدول يبقى ما فيش قاعده بيانات، لازم على الاقل يبقى في جدول واحد، لان الجدول ده هو العنصر او المكون او بسموه الكائن الاساسي في قاعده البيانات. جميل، طب ايه تاني؟ قال لي عشان تعرفهم هتروح المجموعه او التبويب انشاء او التبويب كرييت كده، وقال لك ادي اول حاجه تيبل جداول، وحاجه ثانيه اسمها استعلامات كويري او كويريز استعلامات، ثم المجموعه رقم ثلاثه المجموعه فورمز او نماذج، ثم المجموعه ريبورت او تقارير. وحد فكره في مده يعني نص دقيقه عن كل واحد منهم كده، الجداول ودي وحده البناء الاساسيه او الرئيسيه في قاعده البيانات، وهي اللي بيتم فيها تخزين البيانات. الاستعلامات وهي احد عناصر او كائنات قاعده البيانات، وهي نوع من انواع المعالجه. الاستعلامات يا حضرات اسم الكويدر والاستعلام هو نوع من انواع معالجه البيانات. زي ما قلت انت بتروح البنك تحط الفيزا كده في المكنه وتقول له انا عايز الرصيد، انت من حسابك كله بتستعلم عن حاجه معينه الرصيد، او انا عايز اشوف ايه اخر عمليات الايداع او اخر عمليات السحب، فانت بتعمل استعلام عن حاجه معينه في حسابك. ثم الفورم عن النموذج، والنموذج ده كائن من كائنات قاعده البيانات بيتم استخدامه في ترحيل البيانات الى الجدول، انت بتاخد منه وتحطه في الجدول، على عكس الاستعلام، الاستعلام بيجيب من الجدول. النموذج ده زي ما انت بتيجي تقدم مثلا على دوره اونلاين او بتقدم ثانويه عامه تكتب رغباتك، بيجيب قدامك مجموعه خيارات تختار وتدوس له ايه؟ تدوس له ارسال، فهو كده بيرحل البيانات اللي انت كتبتها الى جدول. ثم التقرير، وده بيجي في الامتحان، والتقرير هو النسخه المطبوعه من قاعده البيانات ويتم تنسيقها باشكال مختلفه. دول الاربع كائنات، خلاص حضرات؟ طبعا لو ما فيش جدول يبقى ما فيش استعلام والباقيين مش قاعدين، لازم يبقى في جدول على الاقل. ماشي حضرات كده؟ الامور واضحه؟ جزئيه عدت فيها اي استفسار؟ معلش، النموذج الثاني ايه هو دكتور؟ النموذج يا حضرات هو احد الكائنات الموجوده في قاعده البيانات، ويتم استخدامه بهدف ادخال وترحيل البيانات الى قاعده البيانات. هديك مثال واضح يا دكتور. حضرتك رحت تسجل الفتره القادمه لحد عندك في البيت او قريبك في ثانويه عامه، ايه بتعملي؟ بتفتح الموقع بتاع التنسيق، تكتب اسم الطالب، تكتب الرقم القومي، اسم المدرسه بتاعته، والنسبه المئويه اللي جابها، وتكتب شويه حاجات تكتبيهم، بتختار رقبة واحد، رقبة اثنين، رقبة ثلاثة، رقبة خمسة، إلى آخره، لغاية مثلا رقبة 55 أو 66، وتدوس إيه بقى؟ إرسال أو طباعة إيه؟ طباعة البطاقة. مش بيحصل ده؟ ما بيحصلش.
تمام يا دكتور. بعد ما حضرتك بتدوسي ارسال او طباعه، ايه اللي بيحصل؟ البنات اللي اخترتيها دي بتروح فين؟ هل هو الجهاز اللي انت اشتغلت عليه هو بس محتفظ بيها؟ لا، ده مجرد ما تعمل ارسال اوتوماتيك البيانات دي تترحل وتتخزن في الجدول اللي هم عاملينه عندهم. خلاص الجدول ده بتبقى كل الناس اللي بتسجل بتترمي في البيانات، وفي الاخر هم بيقولوا بقى ايه؟ كام واحد طلب سجل؟ وداخل مثلا 100,000. ال 100,000 دول احنا عايزين مثلا في طب منهم مثلا 5,000. اديني الرقم اللي يجيب له ال 5,000، هو بيبدا ايه بقى يجرب مثلا اللي جايب 99 يجيبهم مثلا 6,000، يقول احنا عايزين 99 مثلا و2 من 10 لغايه ما نوصل ل 5,000. خلاص هو طب كده هتاخد من 99 و2 من 10 مثلا، طب انا عايز مثلا في هندسه من 95، اديني الرقم اللي يجيب 95. يقوم في الجدول كده يعمل فلتره الناس جايبه مثلا كام؟ مثلا 95 يجيب مثلا 20,000، لا ده انا عايز 10,000 بس، يقوم اخليها مثلا 96 97 لغايه ما نوصل للرقم اللي يديله ال 20,000 وهكذا. فتلاقي التنسيق نازل بارقام. طب هو على اي اساس قسم الناس؟ هو قسم الناس بناء على الاماكن الفاضيه اللي هو عايزها وبناء على التقديرات، فهو جاب العدد اللي يديله الاماكن الفاضيه اللي عنده. انا عايز مثلا 5,000 واحد في طب، اديني اعلى 5,000 واحد في دول. انا عايز 20,000 يدخلوا هندسه، اديني الناس اللي يسمح مجموعها يدخل هندسه، وهكذا. ماشي حضرتك؟ تمام يا دكتور. سريعا كده حضرتك هنروح لايه؟ دي ما يعرف ب، طبعا احنا عندنا نموذج، لا مش عايزين نموذج دلوقتي، هنشتغل الاول على الجدول. انشات جدول جديد، طبعا الجدول ده دي كذا طريقه اعرضه بيها. دي ايه؟ كذا زي ما كنت هناك برضو بعرض الملف بتاع الوورد او الباوربوينت بكذا طريقه، نفس الفكره. انا اقدر اعرض الجدول هنا في وضعين او اكثر. الوضع الطبيعي بتاعني بسموه وضع داتا شيت، زي الاكسل كده، يديك شكل زي الاكسل، وهو ده اللي قدامنا حاليا زي الاكسل تعبي فيه بيانات بس. طيب ده لسه، ده انا عايز اصمم الجدول، عايز اروح للمهندس الانشائي ده، المهندس بتاع الانشاءات ده بسموه ايه التصميم ده، واقول له خد صمم لي على مين؟ على الورق، صمم لي قاعده البيانات بتاعتي. واحد بيسموه هنا مكان المهندس، مكان المهندس بقى هنسميه اسم تاني، هنسميه محلل النظم. اسمه ايه حضرات؟ هنسميه هنا محلل النظم. يبقى الدور اللي بيقوم به المهندس اللي بيخطط المبنى هنسميه احنا هنا محلل النظم. ايه محلل النظم ده؟ ده الشخص المسؤول على تحديد مكونات قاعده البيانات والعلاقات اللي موجوده بينها ونوع البيانات والقيود المفروض عليها. هو بقى البيت كده بيخطط القاعده اللي عندي هيبقى فيها كم جدول، ايه العلاقات ما بين الجدول ده والجدول ده، نوع البيانات في كل جدول منهم هستخدمها ازاي، مين اللي معاه التصريح، مين اللي معاه باسورد، يقدر يعمل ايه، وايه صلاحيات كل واحد. ده مين بيعمله؟ واحد اسمه محلل النظم. لما حضرتك تحب تعمل برنامج او تطبيق جديد او قاعده بيانات بس تقعد مع الشخص ده اسمه محلل النظم، يقعد ياخد منك التفاصيل على اللي انت عايز تعمليه، وهو بقى بينقل التفاصيل لمين بقى؟ للمصمم اللي هو بيقعد على الكمبيوتر المبرمج ده، ويقعد يبرمج قاعده البيانات بناء على الكلام اللي يقوله مين؟ محلل النظم. فاحنا دلوقتي عايزين نصمم، انا دلوقتي خلاص انا عايز اصمم قاعده بيانات. المفترض الاول ان انا عامل على ورق كده خطه بقاعده بياناتي، انا عايز اعمل فيها ايه؟ هيبقى فيها كم جدول؟ وين البيانات؟ والى اخره. فعلى سبيل المثال اول جدول ده هخليه مثلا خاص باعضاء هيئه التدريس. اروح اقول له كده فيو، بص معايا كده من قائمه فيو اهو، واقول له افتح لي وضع التصميم، الوضع اللي يسمح لي احدد نوع البيانات، لان انا اديته قدامي فاضي مفيش اي حاجه، فانا عايز احدد عناوين الحقول قدامي، يعني اعضاء هيئه التدريس هيبقى فيهم ايه مثلا؟ هيبقى فيهم الاسم، الرقم القومي، مثلا المحافظه او العنوان، تاريخ الميلاد، وشويه بيانات كده. طب اعملها ازاي الكلام ده كله؟ قال لي في الوضع ده ما ينفعش، لازم تنتقل لوضع التصميم، صمم الاول الجدول وبعد كده افتح وكمل عليه. طب انتقل لوضع التصميم ازاي؟ قال لي بكذا طريقه، اوقف على الجدول ده نفسه، انت واقف هنا كليك يمين كده عليه وقول له ديزاين فيو، او انت واقف هنا ديزاين فيو، او من فوق، انت واقف هنا فوق كده من قائمه هوم وقول له فيو، من فيو هتلاقي حاجه اسمها ديزاين فيو، ندوس مع بعض ديزاين فيو. قال لك الاول سمي لي الجدول ده، طالما انت هتشتغل على جدول سموه، هقول مثلا اعضاء هيئه
التدريس، واقول له حفظ، خلاص الجدول اوتوماتيك هنا هياخد اسم ايه بعد شويه؟ اسمه اعضاء هيئه التدريس. هقول مثلا هنا كود، او مثلا ايه كود، مثلا كود العضو. ايه تاني مثلا؟ ناخد الاسم مثلا، العنوان. ايه تاني؟ ناخد السن. ايه تاني؟ تاريخ الميلاد مثلا، المرتب مثلا، متزوج ولا لا؟ نتفق دول. قدام ما اعمل اي حركه كده، الكلام اللي قدامنا ده منطقي، يعني السن ينفع معاه نص ولا ما ينفعش؟ ها؟ حضرتك مفضلين بالكم، اغلبهم مكتوب قدامه كده شورت تكست، ينفع ولا ما ينفعش الكلام ده؟ هل ده منطقي؟ لا طبعا. مش منطقي. المفترض ان المرتب ده عباره عن رقم وجنبه عمله، فمش هينفع معايا شورت تكست. تاريخ الميلاد ده تاريخ. طب والسن ده عباره عن رقم، العنوان ده ممكن يمشي معاه نص، ما فيش مشاكل. يبقى اذا هنا عندي انواع للبيانات، مش مجرد اني بختار حقل وخلاص، ده الحقل انا بختار له نوع بيانات. انواع البيانات كثيره، برضه حد عنهم فكره فيما تبقى من وقت، عشان ايه احنا هنرجع لهم تاني بالتفصيل بعد كده. انواع البيانات حضرتك سريعا كده، اول حاجه معايا اسمه شورت تكست، وده بيجي في الامتحان. ايه شورت تكست ده؟ يعني انت لو هتختار النوع ده من البيانات، فالحقل ده اخرك تكتب فيه 255 حرف. فانت بتختار اسم، يعني مفيش اسم طبعا هيوصل 255 حرف، ده انت لو تكتب اسمك لغايه الاسم رقم 20 يا دوب 100 حرف يعني. لكن هو بيقول لك لو انت اخترت النوع ده من البيانات، فاذا انا هسمح لك انك تكتب حتى 255 حرف في الحرف. جميل. طب امال ايه اللي بعده بقى؟ قال لي لونج تكست، لو انت اخترت النوع ده من الحقل فانت تقدر تكتب نص طويل يصل الى 6000 حرف، تقدر تكتب في الحقل ده لغايه 6000 حرف. جميل. طب اللي بعده قال لي نمبر، نمبر يعني رقم، لو انت هتختار نوع ده من الحقول انا هسمح لك تكتب ارقام. طيب ايه تاني؟ لونج نمبر، لو اخترته انا هسمح لك تكتب ارقام طويله. اللي بعده ديت اند تايم، لو انت اخترت نوع ده من الحقول انت كده هتكتب لي ارقام ولكن بصيغه وقت وتاريخ، يعني اليوم والشهر والسنه ومعاهم الدقائق والثواني. ديت تايم اكستندد، ممتد يعني، تكتب وقت وتاريخ بفترة زمنية محددة أو مفتوحة. كرنسي، لو أنت اخترت النوع ده من البيانات فأنت كده هتضطر إن أنا كبرنامج إن أنا أكتب لك رمز العملة جنب الرقم، يعني 10 جنيه مصري أو دولار أو أيا كان، زي ما خدنا في الإكسل. أوتو نمبر، رقم تلقائي، يعني أوتوماتيك أنا هولد لك أرقام تلقائية. خلاص، زي ما نقول مثلا إيه، إحنا هنعمل تسجيل جديد وكل هيسجل اوتوماتيك كده هياخد كود، فالكود ده تصاعدي، يعني انت سجلت رقم واحد بياخدك واحد، سجلت رقم اثنين بياخدك اثنين، او ايه او ايا كان. يس او نو، النوع ده من البيانات، نعم او لا، مدخن نعم لا، متزوج نعم لا، مصري نعم لا، جامعي نعم لا، اعزب نعم لا، كده يعني، يعني يقبل اجابه بنعم او لا. او ال اي ده، لو انت هتربط الملف بتاعك بملفات خاصه بالاوفيس، هيبلغ لو انت تعمل ارتباط بصفحه او ملف خارجي. اتاشمنت، لو حبه معاه مرفقات، لو انت ترفق معاه صوره او بي دي اف او ايا كان. والكالكوليتر دي حاجه محسوبه، واللوك اب ويزرد يعني داله بحث. نتقابل بعد الفاصل، ناخد فاصل صلاه العشاء كده، ندخل على الساعه اللي تلت. ماشي؟ تمام ماشي. ماشي.